السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إصلاح الكتب المدرسية. إصلاح التمارين رقم 4، صفحة 163 من كتاب الرياضيات للسنة الثامنة أساسي. ستجدون باقي التمارين في جروب فيسبوك صلح لي، اللي باش نخلي لكم اللين تاعو في الوصف في أسفل الفيديو. إذا ماذا يقول التمارين؟ انقل الرسمة التالية. إذا هذا نقلوه في الكراس. ما هي أحداثيات كل من النقاط A و B و C؟ إذا نبحث على أحداثيات النقاط A و B و C. إذا عن النقطة الأولى A، كيفاش نبحث على أحداثياتها؟ أحسنتم، هذه A، عنا لهنا مشت واحد اثنين، يعني لهنا اثنين، طلعت واحد اثنين، إذا لهنا اثنين، هذه أحداثية نقطة A. أحداثية نقطة B، أحداثية النقطة B مشت واحد اثنين لهنا نص، يعني اثنين ونص. إذا هبطت واحد اثنين، إذا تولي ناقص اثنين على خاطر هبطت، ماهيش طلعت، طلعتش، إذا تولي ناقص اثنين. أحسنتم. إذا النقطة سي مشت التالي، يعني ناقص واحد اثنين، ناقص اثنين، سي ناقص اثنين، ولهنا قط لا طلعت لا هبطت، إذا صفر. أحسنتم. عين النقاط A بريم و B بريم و C بريم مناظرات النقاط A و B و C على التوالي بالنسبة إلى O. إذا نعينو النقاط بالنسبة إلى O. إذا ثم طريقتين، نجمو بالبركة ولا بالمسطرة. إذا نخدمو بالمسطرة بالبركة، عفوا، ولا نخدموهم بالزوز. إذا الطريقة الأولى هو بالبركار، نأخذ الفتحة هذه و الفتحة هذه، إذا نعملو أرك، أحسنتم. إذا بعد نربطو بيناتهم باش تكون أو أ، أو أ على استقامة واحدة، ومعاهم النقطة اللي قسمنا اللي هي المناظرة باش تكون، اللي هي باش تكون النقطة هذه. إذا هذه النقطة A بريم. إذا الطريقة الأخرى هو نقيسو، إذا الطريقة الأخرى اللي هي البي، شوف لهنا أو بي كم يساوي؟ 2.3 مليمتر، يعني 23 مليمتر، 2 سنتيمتر.3، إذا 23 مليمتر. إذا يكونوا على استقامة واحدة، هنا نعمل مستقيم، ونحسبو بي والأو على استقامة واحدة، ونحسبو 2.3 مليمتر. 2.3 مليمتر، 2.3 مليمتر، ناخذ النقطة تاعنا. أحسنتم. إذا ستكون هذه النقطة هذه بي بريم. إذا نواصلو عن سي بريم، تكون هكا، إذا هذه هي نقطة سي بريم. أحسنت. ما هي أحداثيات النقاط A بريم و B بريم و C بريم؟
ذاتية نقاط A' وB' وC'. إذا نشوف A' مشينا التالي يعني ناقص واحد اثنين ونص. نقطة A عفوا ناقص واحد ناقص اثنين، هنا A' نقطة هذي. إذا A' ناقص اثنين، A' ناقص اثنين. إذا نشوفو لي كريك مشينا واحد اثنين إلى الأسفل، إذا ناقص اثنين أيضا. إذا شنيا نلاحظو لهنا؟ أن العلامة تغيرت، العلامة تاع الأ في المناظرة تاعها، في المناظرة تاعها بالنسبة لنقطة يعني التناظر المركزي تتبدل الإحداثيات، تتغير العلامة. نزيدو نثبتو في البي، عن شت ناقص واحد ناقص اثنين ناقص اثنين ونص، يعني بي بريم ناقص اثنين فاصل خمسة. إذا طلعت واحد اثنين، إذا تغيرت العلامة، كانت اثنين فاصل خمسة ولت ناقص اثنين فاصل خمسة، هنا كانت ناقص اثنين تغيرت ولت اثنين. إذا لنواصل سي، إذا مشت واحد اثنين، يعني سي بريم واحد اثنين، إذا اثنين وصفر. إذا كانت ناقص اثنين تغيرت ولت اثنين، صفر يبقى صفر. أحسنتم. إذا كان عجبكم التفسير بالطبيعة تعملوا جيم وتشاركوا الفيديو هذا مع أصدقائكم، وشكرا.